الامور بتطرح على حياة الانسان. اهلا وسهلا صباحك. صباح الخير. صباح النورة. تفضلي. صباح الخير يا ياسمين. صباح الفل. كنا قاعدين بنحكي عن ضغوطات الحياة وكيف احيانا ضغوطات الحياة اليومية بتاخذنا من دون ما نحس. صباح الخير. صباح الفل، يسعد صباحكم هذا اليوم الحلو والجو الرائع. اول شيء ضغوطات الحياة وضغوطات العمل، انتي انا كلياتنا احنا بنوقع فيها، بس احنا بنعرف شو يعني ضغوطات العمل. كلياتنا بنسمع من الناس انا مضغوط، بس ايش هي ضغوطات العمل؟ او ما بنسمع كلمه ضغوطات عمل نربطها بالشيء السلبي وبالشيء الغير الايجابي وبالاكتئاب وبالقلق الضغط العمل هو الضغط النفسي اللي بياثر فيه اللي بيعيش فيه الموظف، من توتر، من عدم تركيز، بحس حاله انه فاشل، بحس حاله انه هو غير قادر على تحمل العمل، يعني بيجي على العمل وبحس حاله انه هو مش مستطيع انه هو يجي على هذا العمل. بس احنا عشان نحدد ضغوطات العمل بدنا نعرف شو اسباب ضغوطات العمل. انا من وجهه نظري انا برتبها بقسمها قسمين، توقع على الموظف نفسه وعلى الشركات والمؤسسات اللي بيشتغل فيها هذا الموظف. بس كيف احنا اول شيء كموظف، يعني كثير ناس بتحكي لي انه انا مضغوط من العمل، بقول له اول شيء ارجع لنفسك، بشوف انا هذا الموظف شو هي الاسس اللي هو قاعد يعني بعيشها قاعد بحياته. كيف انت كموظف لما تكون غير واثق من نفسك وما عندك تركيز وبتخلط بين حياتك اليوميه الخارج العمل وبتدخلها بتدخلها باوقات العمل، لما انت توصل لهذا العمل بتعيش بحاله من التوتر من القلق من التعب. مزبوط. يعني انت عندك مشاكل خارج العمل، لما انت تجيبها معك على العمل وما تفصل بين العمل تفصل بين شغلك، انت بتضلك حاسس حالك انك متوتر. مزبوط. مش مركز، مش قادر تأدي واجبك كما هو، ولا بتعمل هون منيح ولا بتعمل هون منيح. صح ولا لا؟ يعني فانت هون انت بتصبح اصلا فرد غير منتج بهذه الشركة وبقل إنتاجيتك بهذه الشركة. مزبوط. ممكن بالأخير تخسر عملك. مزبوط. أو والشركة برضو أيضا تخسر. وأيضا كمان إشي أنا كتير بحب أحكيه يعني للأفراد، إنه هو براكم أعماله اللي هو موكل إله. أنت كموظف عندك عدد ساعات معينة، عندك مهام معينة حسب الوظيفة اللي أنت فيها، فأنت لما تقعد تراكم الشغل بتحس حالك انك انت عايش بضغط كتير كبير ومش منتج. انت مش ماشي مزبوط. في شغله كمان بعتقد انه يمكن توافقوني الراي او تعارضوني، انه لما نشوف انسان مضغوط في العمل لما نشوف انسان مضغوط بالعمل في واحده من التنتين، يا انه سوء تنظيم من العمل نفسه او خلل في تنظيم أولوياته هو. مزبوط. فعلا يعني في بما انه انت يعني قسمتيهم نصين في جانبين، يعني ممكن تكون المشكله من الشركه اللي هو بيشتغل فيها. ما انا هلا بدي اتطرق لك بهذا الموضوع. أيوة. الشركات، لانه هو اللي اصلا جاي انا اركز عليه نتحدث اليوم فيه انه موضوع الشركات. لكن شوي نحكي عن الفرد قبل ما ندخل بالشركات، انه يعني انه الموظف اول شيء يعني ما يراكم على حاله الشغل كتير، مهام كتير، يحاول يرتب اولوياته. هذا هو جزء من العلاج، انه احنا نرتب اولوياتنا، نقوم بترتيب الاولويات الاهم بالاهم بالاهم. انا بدي اتطرق لموضوع الشركات وهو كتير انا يعني بحب دائما احكي فيه. انت كموظف في شركه، انت كمؤسسه وشركه عندك عدد كبير من الموظفين، لازم تعدل بين الموظفين، خلي عدل. كيف ان بدنا نخلي عدل؟ تعطي لكل واحد مهامه الاصليه. يعني كان في بعض الشركات للاسف الشديد اللي انا بطلع عليها، انه في مثلا موظف بيستلم مهام هي اصلا مش ما عنده خبره فيها. صحيح. هي ما عنده خبره فيها، فانت كيف بدك كشركه تنتج وتصير شركه منتجه، انت سلمت موظف غير كفؤ، ما عنده الخبره، ما عنده القدره على انه يعطيكي هذا الشغل. فالموظف بحس انه انا مش قادر، يعني ما عنده القدره انه يقدم الافضل، انه هو مضغوط، انه هذا الاشي ما بخصه. كمان العدل بين الموظفين، للاسف ان احنا بنشوف في بعض الشركات والمؤسسات الكثير وليس البعض انه هو بالتمييز بين مزبوط. الموظفين، انه هذا موظف قاعد وما بيشتغل شيء بتكافئ، والموظف اللي بيشتغل وبيعطي كل طاقته ما بتكافئ. بس ياسمين يعني انا حابه اتكلم عن الموضوع من برا شويه، بعيدا عن الشخص العادي الموظف او الشركه نفسها. بتحسوا شباب بناتيت الحلوه وامجد انه احيانا بيكون المسؤوليه ضغط،
يعني المسؤولية في حد ذاتها انك انت تكوني مسؤولة عن شيء فانت مضغوطة في حياتك. يعني ان انا اكون مسؤولة عن اطفالي فده ضغط لي 24 ساعة، اكون انا مسؤولة ان انا اللي اعمل الاكل لماما وبابا وانضف البيت دي مسؤولية، ان انا اللي اجيب مثلا ايجار الشقة وانزل اسوق سيارتي واروح اوصل فلان وعلان دي مسؤولية. انت كتير اتطرقت لموضوع حلو كتير، وانا بدي اقول لك فيه، في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة حكوا إنه إحنا دائماً ضغوطات العمل والقلق ما نأخده دائماً إشي سلبي، ممكن نأخده إيجابي، بس كيف نأخده إيجابي؟ أنت لما تحكي إن أنا عندي فعلاً ضغوطات، يعني أنا كأم مثلاً، كأم امرأة عاملة مسؤولة بتشتغل مسؤولة عن بيتها مسؤولة، حلو القلق ممكن إحنا بدل ما إحنا نخليه إشي سلبي ممكن نخليه إيجابي، بس كيف؟ أنا دائما بحكي للأفراد بوصلهم بقولهم أنت ممكن أنت يعني كأم عندك ضغط وبتحسي إنه مسؤولية تربية الأولاد إنه هو هاي مسؤولية وضغط وبتفكري فيها، طب ليش إحنا ما نخلي هذا القلق والتوتر؟ ما إحنا كبشر لما نتوتر مش بتحس بدقات القلب وبتعرق وبعدم، نخلي هذه الأشياء لما إحنا نحس فيها إنها إيجابية. كيف إيجابية؟ إني أنا والله لما أنا أحس إني أنا متوترة وبلش دقات قلبي معناته أنا عندي عمل مهم اللي هو تربية أبنائي. أنا لما بدي أربي أبنائي أنا بدي أتعب على أبنائي عشان أنتج للمجتمع أفراد سويين، أبناء سويين. أنا هون أخلي القلق هذا يعني أخليه إيجابي، حافز أو دافع، حافز. مش شرط دائما أنا والله قلقان أخلي القلق يأثر على الاكتئاب وسلبي لا أخليه إنه إيجابي. يعني أنت بإمكان يعني الجامعة هاي لما عملت دراسات قالت بإمكان الفرد يحول القلق من سلبي لإيجابي، وهذا بيتابع على حسب شخصية الفرد وطبيعة الفرد، وحتى كمان يمكن بتأثر على علاقاته الاجتماعية على علاقاته بالبيت. خبريني كيف ممكن نحل هاي القضية لما يكون الواحد عنده ضغط كتير كبير بالشغل ما عم يقدر ياخده بطريقة إيجابية دائما وعم تأثر على علاقاته الاجتماعية وعلى علاقاته الأسرية، كيف ممكن نحل هاي المعادلة؟ هو كتير موضوع إنه بعض الأفراد إنه بنقل للأسف ضغوطات العمل للبيت مما بيؤدي لتوتر، خصوصا الزوج الزوج بيرجع من البيت مضغوط كثير تعبان من العمل، بديش احكي بديش اسمع، لا بيسمع لا بيكون اب فعال ببيته، لا بيحتوي زوجته لا بيحتوي اولاده، هذا إشي غلط. احنا لازم من اول ما نطلع من العمل نفصل ما بين العمل والحياه، خلي العمل للعمل. في ناس للاسف بتاخذ العمل ممكن تكون تشتغله بالبيت، بس للاسف بتاخذ هذا العمل وتشتغله بالبيت، لا امنح وقت لنفسك، استمتع بالاجازه. الناس للأسف الناس بالإجازة بتحكي لك لا أنا بدي إني أنجز والمهام، طب أنت في عندك وقت خصصه لك بالعمل، عندك 8 ساعات نفطر بالعمل أقله أنك أنت تنجز، استمتع بإجازتك استمتع مع عائلتك. يعني وقت الإجازة ابعد الشغل ابعد مشاكل الشغل انساها، من الحلول أني أنا أتخلص من ضغوطات العمل أني أنا أستمتع بإجازتي أمنح وقت لنفسي. عارفه كمان من الاسباب اعتقد دعاء بتعملها يا امجد خليني احكي لك عليها، من اسباب ياسمين ان احنا بدانا الضغوطات تاكل فينا زي ما بيقولوا كده بالبلدي، انه بدانا نبعد يا امجد عن الطبيعه، بطل انت تكون متضايق فتطلع تمشى شويه على البحر او تروح حديقه او تشم هواء نظيف، ومارس الرياضات بالزبط. مثل اليوغا التامل صح. الناس احيانا للاسف انه انت بتحكي لها اعمل يوغا اعمل تامل بتصير انه تستهي في الموضوع، تستهزئ بالموضوع. أنا فاضي. انت لما تجلس ممكن تجلس على البحر تتامل شوي تسمع موسيقى حلوه، كل هاي الضغوطات السلبيه ممكن تروح. هذا دائما بيرجع الفرد، ما دائما تمحور نفسك تحط حالك بصندوق ضغط مشاكل اكتئاب قلق حزن انا لا استطيع. ما تخلي انت انسان سلبي، بالعكس خلي انت انسان ايجابي، منح وقت لنفسك استمتع اطلع امشي رياضه. طبعا الرياضات اللي هي بتمتص الطاقه السلبيه بتفرز الطاقه السلبيه بتعطيك طاقه ايجابيه. انت لما في يوم اجازتك تطلع تشوف الطبيعه تعمل الرياضات تمارس مثلا اليوغا التامل السباحه، انت هون لما ترجع العمل انت هيك عطيت ريفرش عملت فرش لكل لشخصيتك انت. بس انا ضغط 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 شغل 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 بالبيت بالعمل بالبيت بالعمل، كيف انا بدي افصل ما بين العمل ما بين الشغل؟ يعني انت عندك اجازه ليش ما تمنح وقت لنفسك تستمتع تبعد عن شوي ضغوطات العمل؟ في ناس للاسف ان احنا بنشوفهم طول ما هو بالاجازه والتليفون شغال بيحكي بالشغل تارك بيته تارك حياته،
فاحنا كافراد يا ريت انه احنا شوي ننتبه لنفسنا. مزبوط. هاي شغله يعني ما بعثت الايميل مثلا وبيجي مواقع التواصل الاجتماعي غير مواقع التواصل الاجتماعي في شغلات كثير احيانا بتخلي عنا ضغوط عمل. بس لكن بدي ارجع معك بنقطه انه بحول الضغوطات هاي من سلبيه اذا كانت سلبيه الى ايجابيه. انا بعتقد انه اتكلم على شغلي او فتره بحياتي حسيت حالي انه الضغوط كانت شوي متعبه لي ولكن هي فائده لي. اعطيكي مثال. احيانا بقول لك انت ما بتتعلم الا اذا ضغطت. ما راح تنجح الا اذا امتحنت، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. الضغوط هي امتحان قبل ما تكون امتحان عمل. بعتقد انه هي امتحان حياه. نحن في الحياه هون امتحان. بامتحان هذا اني اطلع من بيتي واروح للشغل ومن الشغل على البيت وبعدين اروح على السوق وهيك والحياه هي كلها هي عباره عن انا عايش مش بسهوله عايش بدي اتعب بالحياه مشان استفيد منها. حتى بالفيزياء والكيمياء بيقولوا احيانا الضغط بغير الهيئه او بغير شكل الشيء اللي بين ايديك. يمكن احيانا اذا الواحد بيستغلها زي ما حكيت امجد صح ممكن يتغير لشيء احسن. اذا انت استغليت اصلا استغليت حياتك واستغليت وقتك بالعمل وعرفت تحول السلبيات هاي لإيجابيات انت بتصير فرد بناء، فرد عنده تفكير ايجابي، عنده طاقه، عنده حيويه. هلا شو الفرق بين موظف بيجي هيك بطاقه حلوه وابتسامه حلوه والموظف دائما حزين؟ لانك انت نفسك واقع بهاي المشاكل، انت مش مفكر ولا انت حابب انك انت تغير هاي المشاكل اللي عندك. مزبوط. بعدين انا كمان كأرجع شوي للشركات، الشركات لها دور اساسي كبير في انه في الموظفين في الحياه اللي بيعيشوها. كيف يعني موظف احيانا بيكون عنده مشاكل خارج العمل اصلا هو بيكون مضغوط، فانت كمان بالعمل بتضغطه يعني بتزيد عليه. انت لما تكلف الموظف يعني مهام فوق طاقته هون الموظف اصلا ايش بيصير؟ ضغط، بصير بحس بالاكتئاب، بحس بالتعب. احيانا خلص بحكي لك انا غير قادر على اني اكمل في هذا العمل، انا خلص اني بحس حاله ضايع. او احيانا بيعطي اقل من المفروض يعطيه. هلا يمكن انا شوي بدي احكي بموضوع يمكن خارج عن الشركه بس هو على صعيد الفرد او على صعيد الشخص نفسه. قد ايه مهم ياسمين احنا انه لما يكون عندنا ضغوطات حياه ما نتوقف عن ممارسه حياتنا الطبيعيه، وبالعكس بدل ما يمرق فينا العمر ونكتشف انه مثلا وصلنا عمر الخمسين والستين واحنا ما عملنا هواياتنا. قد ايه مهم نخصص ساعه باليوم نمارس فيها هوايه من الصغر في بالنا وما بلشنا فيها؟ يعني فلنفترض شخص بحب الموسيقى فليسجل بمعهد موسيقى ساعة باليوم بعد دوامه، يمكن تكون هي الشيء اللي قادر يفصله منفس ما بين العمل والبيت. بالعكس انت طرقت الموضوع حلو جميل. انت اصلا لما تعمل هذه الاشياء الايجابية اللي انت بتحبها بتمارس هواياتك اول اشي انت بتعمل انت بتتصالح، هون بتكون انت متصالح اصلا مع ذاتك، تكون انت متصالح مع نفسك، بتشوف نفسك ايجابي، بتعطي طاقه لحالك الامل انك انت لما بدك تشوف تمارس مثلا هوايه الموسيقى وهوايه السباحه اول شيء بتفرغ كل هاي الطاقات المكبوته فيك بالهوايه اللي انت بتحبها، وثاني شيء بتصير واثق من نفسك، بتصير ايجابي، بتصير بناء، بتصير تعطي بهذا المجتمع، بتصير فعال. انا كفرد لما اكون انا متصالح مع نفسي وواثق بنفسي واثق بالعمل اللي انا بقدر اقدمه، لما انا اجي على وظيفتي او بحياتي اليوميه اكون انا متصالح مع كل هذه الامور، انا انسان ايش بكون؟ بكون انسان يعني نسبيا مش بقول لك مرتاح 100% بقول لك 80%، بتكون انت مخفف كل الضغوطات. بتعرفي ليش؟ لانه احنا كافراد يعني مثلا ان احنا افراد ما بنرتب اولويات حياتنا كله مشار يعني دخل ببعضه. بس حابة تسمعي وجهة نظري ياسمين الشخصية أنا بتعامل إزاي مع ضغوط الحياة. بحس إن هي تحصيل حاصل وشعور لابد منه لازم تكون موجودة، يعني ما ينفعش أتجاهلها أو أنهيها أو أقول لا والله دي مش هخلي فيه ضغوط في حياتي، بس أنا بعيش معاها غزوات بسيطة كده، أخليها تكسب مرة غزوة انا اكسب مره غزوه، احاول اروضها، احاول ما اخليهاش تتغلب عليا طول الوقت، بس ان انا امحيها خالص بحس انه شيء مستحيل. لا احنا ما بنمحيها، احنا القصد بمعنى انه احنا نرتب اولوياتنا. انا عندي مشكله يعني ارتب اولوياتي بين عملي بين حياتي بين يعني في احيانا مشاكل بسيطه بس احنا كافراد بنعملها انها كبيره. هذا للاسف. طب وانت مشكله بسيطه بامكانك تحلها
أو ممكن في شيء حلو يعني ممكن الشركات مثلا تتبعه إنها تعين مثلا موظف بس بالاستشارات في الضغوطات. هاي يعني الشركات الكبيرة عندها مستشار مهني إنه بيستشيره لما تحس حالك إنك مضغوط. ممكن كمان تختار الشخص المناسب اللي ترجع له. أنت إحنا دائما أغلب الناس لما نيجي تشكيل عن ضغط العمل بدل ما يخفف عنك بيزيد بيحدك. ما هم ياسمين كل الشركات مستشارين يعني ما شاء الله كلهم دكاترة يعني على مهنة واحدة. بس أبجد يمكن خلاصة أو زبدة التخلص من ضغوطات الحياة هي ترتيب الأولويات وتنظيم ترتيب الوقت. أول إشي إنه أنا بحاول هيك أحور لك إياها بشكل سريع. أول شيء امنح وقت لنفسك، استمتع بإجازتك بقدر الإمكان، حاول رفه عن نفسك زي ما حكينا لنفسك عليك حق. أيوة نفسك عليها حق، استمتع، حاول خصص وقت لنفسك. بعدين في شيء كمان شيء هيك بحب أحكيه إنه أنت كمان يعني ريح نفسك بالنوم، أوقات النوم استغل نفسك بالنوم. كيف؟ إنه في أحيانا ناس بتيجي على العمل نايم ساعتين ثلاثة، طب انت لما تكون نايم ساعتين وعندك كميه ضغط شغل لمده 9 ساعات بدك تشتغل، انت هون بتحس حالك انك انت تعبان، جسدك غير قادر على الاعطاء، بتحس بصداع. وهو كمان مش بس نفسي كمان جسدي بتاثر عليك. وفي شغله كمان ثانيه انه هي لما يكون في خلل بنظام الحياه، عندك مثلا النوم اللي مش منتظم، طريقه الاكل، احيانا عدم معالجه المشاكل اول باول وتراكمها هي اللي بتزيد الضغوطات من العمل للبيت ومن البيت للعمل. ياسمين حديثك لا يمل وشرفتينا ونورتينا بصباح الخير يا وطن. شكرا كثير لك، بنتشكرك. رح نطلع بريك يلا وراجعين.